مراد دكتور طرحت قضية بتقول إنه يعني من زمان الفقر موجود، اليوم تقول بعض الأشخاص يتحدثوا إنه الفقر وصعوبة الأوضاع الاجتماعية سبب الجريمة، ما رأي فضلتكم في هذا الأمر دكتور؟ الفقر موجود دائما، بس الإيمان بيخفف أثره، كتير بيخفف أثره مع الإيمان بالله. عفوا، لما إنسان بيكون هدفه الجنة والجنة بين إيديه، بيصلي بيصوم بيدفع زكاة ماله بيغض بصره بيطلب العلم بيعرف الله، أبواب الجنة بين إيدينا كلياتنا وسهلة جدا. فأنت إذا كان عايش مأمن بالجنة الدنيا ما لها قيمة، فيهون الفقر طبعا. هل عفوا، في نقطة بس دقيقة هقولها. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. قديش مساحة بيته؟ 450. كم مركبة في عنده؟ اللهم صل عليه. كم قصر؟ ما عنده شيء. ما يقدر يصلي القيام الليل إلا إذا أزاح عائشة عن منامها، ما بيقدر. أي غرفته كانت؟ فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. يا الله، شدي الموت بينهي الدنيا كلها. قد ما كنت قوي أو غني أو صحيح، الموت أنهى كل شيء. في إنسان عايش للآخرة للأبد عايشه. إذن الفقر ليس سبب الجريمة، وإنما الفقر وقلة الإيمان يؤدي إلى يرتبط. نعم. الله يجزيك خير دكتور، نسألكم إلى الفاصل. والله في فقراء تشتهي الفقر من أدب مع الله، سبحان الله. والله تشتهي الفقر منه. في أغنياء تشتهي الغنى منه، متواضعين بيعاون الناس كلها، بيأكل مع عماله، بحل مشاكل عماله كله، سبحان الله. الله يفتح عليكم يا دكتور. أبواب الجنة بين إيدينا كلها وسهلة جدا.